السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. في هذا الفيديو حضرنا طريقة توثيق حساب انستغرام والحصول على العلامة الزرقاء. الأمر بسيط جدا، لا يحتاج إلى تعقيدات، كل ما عليكم هو متابعة بقية الفيديو لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. تكلمنا في البداية عن موضوع الحصول على العلامة الزرقاء لحساب انستغرام. بداية نتوجه إلى انستغرام، ثم إلى الحساب من الأسفل، بعدها إلى الإعدادات. بعد الدخول إلى الإعدادات سوف نتوجه إلى إعدادات الحساب، بعدها إلى طلب التحقق. طلب التحقق هو إرسال طلب إلى إنستغرام من أجل مراجعة حسابك. في حال كان يحقق الشروط سوف تحصل على العلامة الزرقاء. الخطوة الأولى في الطلب هو تأكيد المصداقية. اسم الحساب سوف يكون موجود، الاسم الكامل تكتب اسمك بشكل كامل، نوع المستند اللي هو المستند اللي بيأكد هويتك. إنستغرام بيقبل كذا نوع من المستندات، فيك تختارها من هون، رخصة قيادي أو جواز سفر أو بطاقة هوية إلى آخره. بعدها إضافة الملف. بعد ما تختار نوع المستند بتضيف الملف اللي اخترت نوعه. 2، تأكيد الشهرة. تأكيد الشهرة انستغرام بيمنح العلامة الزرقاء للأشخاص اللي بيقدموا محتوى، فبتختار فئة المحتوى، محتواك أخبار، رياضة، صانع محتوى إلى آخره. بعدها البلد، دولتك أو بلدك، تختار الدولة اللي عم تشتغل منها أو الموجود فيها. الجمهور اختياري، فيك تضيف إنه تكتب عن الجمهور اللي مستهدفه أو فيك ما تضيفه. ومعروف أيضا باسم اختياري، شو اسمك، شو معروف على اللي بتشتغل، الأسماء اللي بتشتهر فيها على السوشيال ميديا. الروابط هي اختياري ولكن يفضل إضافتها. الروابط هي لروابط حساباتك الشخصية على بقية تطبيقات السوشيال ميديا مثل تيك توك، يوتيوب، فيسبوك. في حال كان عندك أعداد متابعات كبيرة على بقية التطبيقات فيفضل إرفاق الروابط الخاصة بها، بتزيد من إمكانية الحصول على العلامة الزرقاء بشكل مستعجل. نختار وسائل التواصل الاجتماعي مثلا ونرفق الرابط الشخصي لتيك توك أو فيسبوك أو يوتيوب أو أي وسيلة تواصل اجتماعي. بعد ما تملأ الروابط، في حال كان لسه بدك روابط، تعطي إضافة رابط، تحصل على رابط فارغ جديد فيك تعبيه. بعد الإكمال نعطي إرسال.